هنحاول نشوف بقى الفترات الاخيره الابتكارات والافكار اللي تم طرحها من خلال لجان النادي الاهلي واللجنه العليا للجان. منذ حوالي شهر كان في فكره يلا نطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. اكيد خلال هذا الشهر ومن خلال لجان النادي الاهلي واللجنه العليا للجان تم تنفيذ هذه الفكره، اللجان اشتغلت، كان في ردود افعال، كان في اهتمام كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي بشكل خاص، عشان في النهايه نشوف الافكار والامور اللي تم ابتكارها في الفتره الاخيره ازاي عضو النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي استفادت بيها استفاده قصوى خلال الفتره الاخيره. هنشوف النتائج الملموسه على ارض الواقع ازاي تمت، وهنشوف الافكار والاطروحات اللي ممكن كمان تتنفذ خلال شهر رمضان المبارك، بحيث ان عضو النادي الاهلي في جميع الاعمار السنيه، رجال، سيدات، اطفال، شباب، اولاد، بنات، الكل بلا استثناء قدر الامكان يستفيد بهذه الفتره، لكن من خلال افكار مميزه جدا بتقدم بالفعل من لجان النادي الاهلي واللجنه العليا للجان. لمزيد من التفاصيل حول هذا الامر النهارده بيشرفني للمره الثانيه بعد متابعه هذا الامر وطرح الفكره في المره السابقه الزميله الاعلاميه الاستاذه سهى ابراهيم عضو اللجنه العليا للجان والمتحدثه الرسميه للجنه العليا. استاذه سهى ازيك، منوره الدنيا. مساء الفل عليك يا محمد وعلى كل المشاهدين، وانا سعيده جدا فعلا للمره الثانيه. تواصل جميل، وبنشكركم طبعا على متابعتكم لكل اللي بيحصل في اللجان المختلفه. والحقيقه يعني الشهر اللي فات ده فعلا مجهود اكتر من رائع. طبعا عايز اقول لك في الاول كل سنه وانت طيب، وكل مشاهدي قناه الاهلي، كل المصريين، كل العالم، يا رب ان شاء الله تكون ايام جميله باذن الله. يا رب باذن ان شاء الله كل سنه وانت طيب. طيب في بداية الأزمة والاجتماع الأخير قبل قرار إغلاق النادي بالمقر الرئيسي والفروع المختلفة، كانت هناك أفكار مطروحة ضمن مبادرة الخروج من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة. بداية الأزمة واللي حصل والفكرة اللي تم عرضها من خلال قناة النادي الأهلي وكل وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الرسمية للنادي، إزاي بقى تم التنفيذ وردود الأفعال، وتم ده إزاي على أرض الواقع خلال الشهر الماضي تحديدا؟ تمام. هو فكرة الاجتماع الأخير ده فعلا كانت مفارقة غريبة جدا، إن احنا كنا مجتمعين اللجنة العليا بكامل طبعا أعضائها اللي بقدم لهم طبعا كل التحية في بداية كلامنا. كان اجتماع احنا في بداية بقى احنا هنتكلم على أنشطة، ما كانش لسه في أي قرار لإغلاق لا الأندية ولا يعني التوقف التام اللي احنا بنعيشه في الفترة دي. فكنا مجتمعين هنبتدي بقى نعمل إيه واللجان المختلفة وأنشطة، وكان عندنا أحلام يعني لا تتخيل قد إيه كبيرة جدا. ففي نفس التوقيت وإحنا مجتمعين تقريبا بعد نص ساعة، حتى كان يمكن كابتن محمود الخطيب موجود مع مجموعة الإدارة، بياخدوا بقى قرار إنه خلاص بشكل كامل إنه الأندية خلاص هتغلق. فتخيل انه كان اخر اجتماع موجود، احنا خرجنا من النادي وفعلا في اليوم ده تحديدا تم غلق النادي، وبالمناسبه او بالمصادفه كان يوم 21 مارس يوم عيد الام، هو كان اليوم ده. فطبعا على طول كان عندنا بلان بي، او كان عندنا يعني الخطه البديله بقى على خلاص النادي مغلق وما عندناش اي فرصه ان احنا نمارس انشطه على ارض الواقع. ففكرنا هنعمل ايه؟ زي ما قلت لك المره اللي فاتت، نطلع للسوشيال ميديا، خلاص كل الناس اونلاين دلوقتي، كل الناس موجوده في البيوت. بدانا نطرح على اللجنه العليا، وفي طبعا كمان من خلال رؤساء اللجان، من خلال كل لجنه مختلفه، انه يلا نفكر مع بعض احنا ممكن نعمل ايه. فجيل شعار انه احنا دلوقتي في ازمه، الناس كلها ممكن تكون حاسه باحباط، حاسه يعني وقت مش لطيف، واحنا هنعمل ايه، وتوتر وقلق في كل العائلات اللي موجوده. قلنا لا، احنا هنطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه. سلوجان ظريف بصراحه. بجد يعني. انا كمان اللي عجبني جدا يا محمد انه لقيت ناس كتير جدا بتستخدمه بعد كده في الاعلام يعني. فده بالنسبه لي كان حاجه سعيده ونسبه طبعا لينا كلنا، لا يلا احنا هنتحدى الوضع اللي احنا يعني مش راضيين عنه، هنطلع بمليون حاجه ليها لازمه. وبدانا بقى ان احنا ندخل عند كل لجنه ونشوف ايه الافكار اللي موجوده في كل اعضاء اللجان. انا لازم يا جماعه اقدم لكم كل التحيه، احنا فوجئنا بجد، مبهرين كلهم، طاقات شباب في كل اللجان، كان شيء رائع جدا. وتواصل
على طول لحظة بلحظة طول الوقت، والأفكار لعلمك أكتر بكتير حتى من اللي خرجت. إحنا بدأنا نجدول طوفان الأفكار الإيجابية اللي خرجت لنا من اللجان المختلفة. بدأنا بقى يعني إحنا هناخد مع بعض دلوقتي التفاصيل، ندخل لجنة لجنة. بس قبل ما أخش في لجنة لجنة، الأنشطة والمسابقات المختلفة تم عرضها للتفاعل على الأعضاء من خلال أونلاين. ما هي كله اونلاين. بالظبط بالظبط. الاقبال عليها كان بنسبه كنت تتوقعوها ولا فاقت الوصف؟ لا، فاقت التوقعات بصراحه. لقينا فعلا يعني تواصل كبير جدا، واللي شفناه حتى لما كانت المبادرات بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي، على السوشيال ميديا بقى، فيسبوك، على انستجرام، على تويتر، على كتير جدا من المواقع التواصل الاجتماعي، كنت بلاقي ناس بتتكلم بتقول طب الانديه الثانيه بتعمل ايه، والنادي الاهلي فعلا كان سباق في ده وفي رياده في الانشطه دي. دور مجتمعي مميز جدا، مهم جدا 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 يعني، لان ابتدت الناس تفكر من دلوقتي ايه اللي ممكن يتقدم، ايه اللي ممكن يتعمل. بالظبط، كنت سابقين بخطوه من حوالي شهر. بالظبط كده، وبدات بعد كده حاجات تانية كمان تظهر، وده كان شيء رائع الحقيقه، ان احنا فعلا خرجنا زي ما هنعرض دلوقتي فعلا مليون حاجه ليها لازمه. طيب نبدا مع بعض بلجنه الطفل. تمام، ونبدا بالطفل تحديدا، لان ده نقدر نقول البونبونيه اللي ممكن نشتغل عليها المستقبل. المستقبل بالظبط كده. لجنه الطفل برئاسه الاستاذه نداء داوود، كان تم عرض بعض المسابقات للأعمال في الفترة الأخيرة، وتم طرح أفكار بالنسبة للأطفال ممكن في بعض الرسومات، مسابقات أعمال فنية، إيه اللي تم في الشأن ده وفي الموضوع ده، وكمان اختيار الفائزين بقى كان بأي معيار والإطار اللي تم بيه، وإيه اللي ممكن يتم الفترة الجاية بالنسبة لهم بعد ما تم عرض أسمائهم؟ لأن أنا فاكر وقت المعرض تم عرض الأسماء الفائزين، الكلام ده من حوالي 72 ساعة أو من 4 أيام، مش عايز اقول لك انا على السوشيال ميديا شفت صدف كده، ناس عندي على الفيسبوك كانوا سعيده جدا وبيشيروا وعاملين شير جدا باسماء اولادهم الفائزين بالمسابقه. هو ده الهدف. هو ده الهدف الحقيقه، ان احنا يعني نطلع الطاقه الايجابيه اللي موجوده طبعا عند الاطفال اللي قاعدين في البيت دلوقتي، كانوا كلهم حماس، واللي بيشارك في العاب رياضيه، واللي عنده موهبه، واللي عنده طاقات كبيره جدا. فتخيل انت يعني كل ده موجود في البيت، طب انت هتعمل ايه؟ فاحنا ساعدنا فعلا يعني من خلال لجنه الطفل اللي كلها يعني مش عارفه اشكر مين ولا مين، لكن خلينا ناخد الدكتوره نداء بالنيابه عنهم كلهم اسماء جميله. رئيسه اللجنه طبعا هي كتله طاقه ايجابيه لوحدها الدكتوره نداء الحقيقه. عندها كم تفاؤل، وبت يعني تديك امل كده في كل الخطوات اللي هي بتاخدها الحقيقه. طيب فكانت لجنه الطفل يعني كان كل همها ان احنا نطلع احلى ما في اطفالنا من خلال وجودهم في البيت. الرسم، يعني احنا قلنا يلا عبر عن نفسك من خلال، طبعا قسمناهم لمرحلتين بالنسبه للاعمار السنيه، وطلع لنا الرسمه اللي انت شايفها، ممكن تكون شايف بلدك ازاي، ودي برضو نقطه مهمه جدا. يعني احنا كمان بنعظم قيمه الانتماء عند الطفل، وكمان بنقول له طلع موهبتك. فمسابقه الرسم الحقيقه كانت عندها يعني مش قادره اقول لك العدد، انا مش عايزه احصر العدد، على الاقل مثلا جات لنا من 200 ل 300 عمل فني او رسمه. وعلى فكره احنا يعني كان في بكل الموضوعيه وبكل الاهتمام كل حاجه وصلت لاونلاين طبعا برضو للجنه، تم عرضها من خلال رؤساء اللجان ومن خلال اللجنه العليا عشان نقدر نظهر معانا دي بعض النماذج على فكره. يعني انت شايف ايه؟ شايف بلدك ازاي؟ شايف مصر ازاي؟ بنشوف طبعا الاهرامات ووراهم البرج. فاكر واحنا في المدرسه كان دايما عندنا في حصه الرسم يقولوا لنا ارسموا كده، فهو ده شايف علم مصر منور ازاي، والاطفال دي قريبه من الجيل بتاعنا زمان. ايوه طبعا، هو ده كان اهمنا، الهرم بالشمس بالنخيل، كل الحاجات دي ظهرت بشكل رائع جدا. وانا بشكر على فكره كل الاعضاء بتوع اللجنه، بشكر كمان البيت، الامهات اللي اهتموا ان هم يطلعوا برضو المواهب دي من ولادهم ويتواصلوا معانا. انا عايزه اقول الاسماء، يعني اسمح لي طبعا عايزه اقول الاسماء عشان هم كمان علينا. بالظبط، الفئه العمريه تخيل من 5 لـ9 سنين، يعني لسه فئتين مرحلتين، فئتين من 5 لـ9 ومن 9 لـ11. عندنا 10 هنا و10 هنا. فالفئه العمريه الاولى او المرحله الاولى علا احمد يحيى، ومعنا كمان نور سين
أحمد النواوي، حلا حازم محمد، سلمى باسم حسين، محمد شريف، كمان حلا أحمد حسن وندى عمر سيد، نور الدين هاني، سما مصطفى فوزي، ورقية محمد. تمام. دي الفئة العمرية الأولى اللي هي من 5 لـ9 سنوات. اسمهم على الشاشة كمان. اسمهم على الشاشة، يلا افرحوا بقى وانبسطوا واحتفلوا، وزي ما وعدناهم طبعا بإذن الله بإذن الله تنتهي الأزمة اللي طلعنا فيها بمليون حاجة ليها لازمة، ويكون في حفل كبير نتوج فيه كل الفائزين. المرحلة العمرية الثانية اللي هي من 9 لـ11، دول بقى أكبر شوية. حبيبة أحمد حسن، فرح عادل السيد، مايا شريف، جودي معتز، جاد سلطان، لمار متولي، فرح أحمد، آمنة إسلام، ياسمين محمد، ورودينا تامر. كل دول بنبعت لهم تحية، وانتوا فايزين، انتوا يعني جمال جدا، فافرحوا وانبسطوا لغاية بقى ما نتقابل ان شاء الله ويكون في يعني شكل للاحتفال. ده بالنسبة لمسابقة الرسم في يعني لجنة الطفل، يعني كلها كان حماس الحقيقة، حلوة جدا. تمام. كانت في حاجة برضو برعاية لجنة الطفل. تمام، مظبوط. دي بقى يعني فعلا المتعه كلها والجمال كله، احنا كنا قد كده مبسوطين واحنا يعني بنشوف المواهب. هي المسابقه كانت الاهلي كيدز جوت تالنت، يعني احنا عايزين كل المواهب اللي موجوده عند اطفال الاهلي. وطبعا فتحنا المشاركه برضو، كان في مرحلتين من 6 لـ10 ومن 10 لـ14. لا تتخيل بقى المواهب كانت في غنى، في اداء تمثيلي، في رياضه، في حاجات حلوه كتير جدا جدا، كانوا جمال الحقيقه. طيب. المواهب اللي موجوده معانا. طيب احنا بالمناسبه احنا بنتكلم على لجنه الطفل، دلوقتي معانا على تليفوننا دكتوره نداء داوود، رئيسه لجنه الطفل بالنادي الاهلي. دكتوره نداء، مساء الخير على حضرتك. طيب انا اتواصل معاها تاني عشان الخط قطع معانا، لكن الشيء المميز كان في مرحلتين في المرحله السنيه المتعلقه بجود تالنت بالنسبه للاطفال، لكن انا بتكلم بقى في جزئيه مهمه جدا. انتوا رحتوا لفكره المواهب، كل طفل الموهبه اللي بيحب يأديها او الحاجه اللي بيحبها تمام ويشتغل عليها، سواء الغناء، الرياضه، بالزبط. الموسيقى، بالظبط كده. ايه اللي حصل بالظبط في المرحلتين والاعمار السنيه؟ اعتقد انها اختلفت شويه عن فكره اللي انت هتظلم طبعا طفل عنده مثلا 5 6 سنين مع طفل عنده 14 سنه طبعاً. او فاحنا قلنا نقسم الاعمار السنيه عشان يكون في يعني فرصه اكتر، يكون عندنا فائزين اكتر. احنا عايزين كله يفوز على فكره، وعايزه اقول ان كل اللي اشترك معانا ده فايز. احنا بنعتبر كل اللي بعت لنا، طبعا الاعداد كانت كبيره جدا، كنا بنقعد مثلا يعني ايام عشان نقدر ان احنا نفلتر المجموعة ونطلع بأجمل المواهب اللي فعلا بدأت في الآخر بقى إيه بشكل موضوعي جدا قسمناهم لكده. المرحلة الأولى اللي هي من 6 لـ10 فاز بالمركز الأول كريم محمد إبراهيم، المركز الثاني ده رياضة، كريم يعني عمل موهبته كانت في الرياضة. في الرياضة. نور الهدى دي عملت شو حلو قوي بالعرايس المتحركة. كريم على فكرة وقف على الكورة، كان عنده قال راحت عليك يا رمضان بقى، دي الموهبه اللي حابب يقدمها. كان جميل. لازم مركز اول طبعا. لا طبعا الثبات كان وفتره طويله هي دي اللي اديته الفرصه ان هو فعلا لفت النظر يعني. نور الهدى كانت جميله، عملت موهبه، واتوقع لها نور ان شاء الله بإذن لازم الله. تكمل كده. عرايس متحركه عملت لنا شو بالعرايس المتحركه، كانت جميله نور. علياء محمد حسن دي عزفت بشكل رائع، عزف ومرحله سنيه بنتكلم من 6 لـ10 سنين. ونورسين غنت بالظبط. ان احنا يعني يا ريت لو كانت معانا الفيديوهات، لانها طبعا الكواليتي بتاعها صعب شويه لانها متصوره في البيوت، يعني الام بتصور بنتها او ابنها، فطبعا الكواليتي صعب يعني. طيب. كمان كاندي، كاندي كاندي محمد احمد دي المركز الخامس، ده في المرحله الاولى.